أكملت الإدارة المعنية بوزارة الداخلية كافة الاستعدادات الأمنية والتنظيمية للمشاركة في إنجاح استضافة مملكة البحرين سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2018 الفورمولا 1. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف العميد ماهر بوعلي مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ. بعد التحية سعادة العميد، ما هي الإجراءات التي اتخذتها أمن المنافذ من أجل تسهيل عمليات الدخول للزوار وأيضا في الوقت ذاته تطبيق معايير واشتراطات التأمين اللازمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أمسي عليكم وعلى الأخوة المشاهدين. طبعا في هذه المناسبة تشهد منافذ مملكة البحرين حركة متزايدة في عبور المسافرين، والمهمة الطبيعية للمنافذ تتمثل في تنظيم حركة السفر، والمهمة الموازية هي تنظيم الإجراءات الأمنية لتأمين المنافذ. وفيما يختص طبعا بالجانب التنسيقي أو التنظيمي، جرت عدة اجتماعات ولقاءات مسبقة وجولات ميدانية مع كافة المؤسسات والإدارات ذات العلاقة للتعرف على التجهيزات المناسبة ومناقشة المواضيع ذات العلاقة ووضع الخطط والترتيبات اللازمة. نعم. وطبعا منها تم الاتفاق على زيادة القوة البشرية، فتح جميع المسارات في المنافذ للدخول بما يحقق طبعا سرعة إنجاز معاملات المسافرين مع توفير كافة مكونات النظام الأمني. فيما طبعا يتعلق بالجانب الأمني، فقد تم وضع خطط للوصول إلى أعلى درجات الأمن والجاهزية، وبما يحقق سرعة إنجاز معاملات المسافرين طبعا دون التأثير على الجانب الأمني. ومن الإجراءات الوقائية والاحترازية تكثيف المراقبة، انتشار الدوريات، تعزيز القوة البشرية، حراسة المداخل والمخارج والطائرات، والمراقبة المستمرة من خلال غرف العمليات مع إجراءات التفتيش وتنظيم حركة السير، وتوزيع فرق عمل طبعا بإشراف ضباط للمتابعة والتنسيق. بمعنى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للمحافظة على أمن المنافذ من خلال التعاون والتنسيق المشترك مع كافة الأجهزة الحكومية والخاصة. نعم، العميد ماهر بوعلي مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ، شكرا جزيلا لك. وللحديث عن دور الإدارة العامة للمرور في تحقيق الانسيابية المطلوبة للحركة المرورية مع انطلاق سباق الفورمولا 1، ينضم إلينا عبر الهاتف المقدم أسامة بحر مدير إدارة الثقافة المرورية. مساء الخير سعادة المقدم. بداية، ما هي أبرز إرشادات التوعية المرورية لزوار حلبة البحرين الدولية اليوم والأيام التالية؟ مساء الخير، كل عام وانتم بخير. تشرف الإدارة العامة للمرور مع أخوانهم وأخواتهم في القطاعات الأمنية في تأمين سلامة المرتادي وزوار مملكة البحرين وجمهور سباقات السرعة على وجه الخصوص. راح يكون التأمين قبل وأثناء وبعد السباق. الحمد لله تراكم الخبرات اللي صار من 2004 إلى اليوم أعطى الإدارة العامة للمرور مع القطاعات الأمنية احترافية أكثر. كل سنة يتم تدارس في الموضوع بحيث يتم التأكيد على نقاط القوة ونقاط التحسين، هذه بلا شك مستمرة. الدوريات موجودة في الشوارع المملكة من أجل رفع مستوى السلامة على الطريق، وأيضا لأجل انسيابية الحركة. نفس ما أشار سعادة العميد ماهر أنه في كثافة من الزوار من خارج مملكة البحرين في الفترة الماضية كلها من أجل السباق. السباق يعني يعطينا الآن سواء احنا منسوبي الإدارة العامة للمرور أو المواطنين في مملكة البحرين أن نبرز الوجه الحضاري لمملكة البحرين. تعاملنا مع الجمهور، تعاملنا مع الزوار مملكة البحرين. نجاح السباق اليوم هو نجاح للجميع. نعم. لأن هذه ما يحدث إلا بسواعد بحرينية برؤية واضحة لمملكة البحرين. نعم، المقدم أسامة بحر مدير إدارة الثقافة المرورية، شكرا جزيلا لك.